ياك زاير، وين سايرين نحن؟ الا مود مو بسايرين مرقص الله يهديك. يا ريال ما بزاير، بس انا ما على سطح راس مبدل بتحشرني حشره، خلنا نروح البيت. اخي يا اخوي كلها ساعه زمان، بنشرب لنا فنجانين قهوه وعقب نروح. طوف قدامي لا طوف يا ريال. هذا وين صار؟ ويا منو يالس؟ ليش ما يرد علي؟ ما عليه ابو بدر، هين هين. امي عندي سؤال وابغيك تجاوبيني عليه. بدور تراني واصله حدي، قول شو عندك وفكني. انا ولدكم ولا ولد اليران؟ اكيد ولدنا، بعد شو هالرمسه؟ ها مدام اني ولدكم عيل ما يستوي اسير ادق على باب يارنا واقول له اعطني بيزات. اسمعني انا امسات اعطت لك 2000 ربيه، مسرع ما صرفتن خلصن. والله العظيم يا مايا خلصن، هذه كليه اداره واقتصاد والفلوس ما توقف تصير تصير. وانت شو تحراني خديه؟ ما افهم اي كليه الحين فاتح نصايف الليالي؟ انا ما بصير كليه، انا سايره ذاكر يا ربي. يوم بي ابوك خذ عنه. الله يخلي لك الوالد ويطول في عمره ان شاء الله، وان شاء الله كل ليله يجيك قبل الساعه 10. اعطيني بيزات، تراهم بيقولون لنا لاست اوردر. شو بيقولونكم؟ لاست اوردر. شو يعني بعد لاست اوردر؟ هذا السيستم عندهم هناك، يوم يشوفون الزباين قلوا تينا الدكتوره تقول لنا لاست اوردر بليز، عاد نحن نقوم نشتري من هالاغراض، اقصد نشتري من هالمحاضرات ونكوتهن على الطاوله. سير فكري انت. ما عليه، بسير اتسلف من ولد يارنا، لكن أنا ما أدري ليش يقولون أن اللي في بيته أم ما يموت من اليوع. لا يموت من اليوع، سير سلف. يا أخي من زمان أنا ما جيت مثل الأماكن هذه الكوفي شوب وغيره. عفا عليك وأنا أخوك، علي أنا كل يوم أجيبك هني. لا يا ريال شو تيبني هنا؟ انت اليوم يبيتني هنا، الله اعلم شو اللي يستوي عندي في البيت هناك يا الحرمه. افا يا اخوي معه الله يهديك، انت لازم تعلم اهل بيتك انك تسير وترد وتجلس ويا ربعك على كيفك. وابوي كحل عيونك يا اخوي معه، طالع على يسارك يا اخوي. تعرفني انا من مال السوالف هذه يا خميس. الو ها حمدي، هي هي موجود عدو ان شاء الله. ها حمدي كم اتصلت على تليفوني؟ اي والله تعال في السياره التليفون. اقول لك شو انزين، انت شلك في المزرعة، انت سرت فعل فلوس وبس، المزرعة مزرعتي ما يخصك. اقول شو سالفة المزرعة ومتى اشتريتها؟ شوف انا بقول لك عقب، بس اوصيك السالفة هذه ما ابغى حد يعرفها مو لي، وخصوصا بس خلاص عرفت، ما يحتاج توصي يا اخوي. انا ابغي اسويها مفاجأة حق بدر وام بدر، بيكون يستانسون في المزرعة. وهذا قم سير قم، الحين اخاف الحرمة حرقت التلفون والتلفون في السيارة. قم يلا قم. هي قص علي بكم كلمة حافظنهم، ابغي اعرف الحين وين كنت وليش ما ترد على التلفون. شو المستشفى؟ اي مستشفى هذا؟ يا بنت الحلال انت راقدة في البيت ما تعرفين شو اللي صار. رفيجي طاح علي وديت المستشفى. تبغين دليل يعني حتى تصدقين؟ بجيب لك الدليل. انا اشلي في الحريم، تعرفين انا ما مال السوالف هذي. اوه يا اخوي وبعدين شو الحل؟ الحل ما في الا لعبها نفس طريقتها. كيف يعني؟ بالطريقه البرازيليه 4-4-2؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحب. تبغى دواء حق البيت؟ اي والله زين يا اخوي. قل له اخوي كان عندك دواء السعلة موجود؟ حاضرين. وبعد يعني ركبي في الليل تعورني يا اخوي. حاضرين موجود. وبعد فيتامينات كان عندك؟ عندنا طال عمرك موجود. بعد شو يا ربي؟ يا خميس ما صخيته يا اخوي. ترى انت تقول لي الله يهديك يا يمعه. هي بس مو فالكثر عاده اخوي. اعط الريال هذا خميس رفيجي هذا اعط اللي يبغي واعطني فاتوره اهم شيء الفاتوره. حاضرين. يا راد من وقت السهرة خلصت أشوف مو من عوايدك ترد هالحزة ترى لعيبك كلها مكشوفة. قولي يا رسو يا منو وين كنت؟ أنا عايشة ما ينقص علي أبغي الصدق. سيدي هذا أنا ما شريته حصلت طايح برا حتى الزقارة أنا تراني أدخل لأني في الكلية يعني مسموح لي بس عشانك أنت يا مايا أنا بودرها وسيارة الديسكوات بعد ما بصير. أما بخصوص السيارة اللي دعمتها والامتحان اللي رسبت فيه بدور؟ أنت هنا؟ وين أبوك عيل؟ أوعج أنا ما بتغير لا بتغير لا بدش لا فيسبوك ولا بالتوك ولا تشات عشانك أنت يا الغالية. جاوبني أبوك وينه؟ أبوي ما أعرف وين. لازم ما بتعرف انت فاضي لي ولا فاضي حق ابوك؟ انت بس بديتك متفيج حق السهرات الديسكوهات وحق السجاير على قولتك. الظاهر ردت حليمه على عادتها القديمه. قديم الصوف ولا جديد البريسم والظاهر ان القط والعود ما يتربى. امي فوق 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 سي فوق سير انفد واللي في الجدر انا بظهر الليله. الحين ابغيك تقول لي وين كنت سهران ويا منو ولا اسمعني يا انا في البيت ولا انت؟ ايش دخل الحين القطا والجدور؟ انا مريت المستشفى واشتريت الاغراض. ها اغراض يا بلش. ها شو هذا؟ ثياب. الله لا يحرمني منك ان شاء الله. لا وغير الثياب. ها يا بلش عيشة. ها من أحسن المطاعم. أنا حد عندي غالي غيرش أنت؟ حتى تعرفين غلاطش عندي؟ جزاك الله خير ما قصلت يا أبو بدر لكن وين الدليل؟ شو الدليل بعد؟ قلت لي أنك أنت جاي بالدليل اللي يثبت أنك سير المستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أدري قلبي شو أسود أنت. ها هذا الدليل. هاي فاتورة هبرشتة. هي ترى رشدت عند الريال هو المريض مو بنا. حتى تعرفين غلطش عندي ولا يمكن في يوم اني افكر في وحده غيرش انت. ها الغتره والتليفون وخلي التليفون بس بغسل دي يكون نتعشى. طبيع ما يوز عن طبعه. منو هاي فرح؟ اي فرح؟ هذا مكتوب تعال شوف. ها ما فرح فري فري فرج. انت بس ما شفت النقطة اللي تحت الجيم. غاوي هاد الريال وين جايبنا؟ من المطعم ويمع دفع الفلوس. ايش حقه؟ شو المناسبه؟ قربي بقول لك. وين اقرب يا ريال؟ نحن ريالسين روحنا. اوه نسيت. قول شو المناسبه؟ اشواق لا تخليني اندم اني قلت لك. بلا تندم ما تندم قولي شو السالفه. ابو بدر اشترى مزرعه. وابويه
ابو بدر شرى مزرعه؟ مزرعه ايش كبرها؟ ابو بدر شرى مزرعه وشوف ريلي جاي يركض لي بديايه، شو هالحظ؟ اكلي يا بنت الحلال، نحن بعد وايد احسن عن غيرنا. مالي خاطر اكل ولا شيء، اوف. يالس اتصل فيش من المكتب، شفتي الرقم ولا ما شفتي؟ ايش حق تسألين بعد؟ اطمني اطمني، ما بشي مكان ثاني. يلا ثم الله. صباح الخير يا فندم. يا اخوي ايش حق مسوي الباب؟ اللي بعدش يدق على الباب. سامحني يا فندم. شو عندك؟ البنك مرضاش يصرف الشيك ده. تي يعني ماشي بزاف في الحساب؟ حضرتك بلا ما تكتب 2010 كتبت 20,100، يعني حضرتك زودت صفر. الشيك ده مش هيتصرف قبل 20,000 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بتخرب بيتي هذه الحرمة هذه. ما تنفي عقل. بيتك ما يتخربش يا جمعة بيه. حضرتك عندك شركات وعربيات وفلل وفلوس متلتلة في البنك وفوقهم المزرعة. إنزين يلا سر الحين سر. يلا. يا ربي شو هالخباية اللي أنا ابتليت فيهم؟ متى بنسي المزرعة؟ خميس اتصل بالنجار خليني الحين. نجار؟ مش حق النجار؟ أبغي يجل الباب ما أبغي موليه. يا مرحبا حي الله من يالنا، تفضلي. الله يحييك. ما شاء الله أشوف الوجه مورد، شو السالفة؟ أبو بدر متغير يا أشواق، حاسة اني ظالمتنا بالشكل اللي ما له داعي. وحليلك يا عاشة، كنت اتحراش اذكى عن كذا وتفهمينها وهي طايرة، طلعتي غشيمة شراتي. انا مو بغشيمة، بو بدر فعلا متغير، بس انتي شي تحت راسك. عيلش حقه يا يتنج من الصبح. تعرفين يا اختي اللي مو بغشيمة ان ريلش من اسبوعين مشتري مزرعة؟ شو؟ ريلي انا مشتري مزرعة؟ ولا خبرني؟ هي يوم بيرد اسألي وشوفي هالمزرعة شارنها لمنو، لولج بيخبرك ولا ما أدري بعد يا أختي، يمكن الطيور طارت برزاقها. لا الغالية، الطيور بعدها ما طارت برزاقها، أنا الحين براويك. يا أم بدر هذه كلها أوهام تدور في راسك. أنا إيش حقها مشترنا؟ حق راحتكم، حقك أنت وحق بدر. أنا قلت بنظفها وبرتبها يكون ترتاحون فيها وبسويها مفاجأة، ولا ايش حق سموها مفاجأة؟ وين يبلش الدليل؟ انزين انا بقوم برمس وياش لين اوصل البيت. اخ يا القهر، اخ الشرها مو عليك يا شواقو، الشرها علي انا اللي خبرتك بسالفة المزرعة. شفت يعني انا ما يخصني في هالموضوع مولية. قايل لك ان الموضوع سري على سرك البط، قايل لك ما ابغي حد يعرفه خاصه حرمة يمعه. قلت لك ولا ما قلت لك؟ قولي ترى وصل حبي وياك. لا شكلك تبين تموتين الليله، قولي اقول لك قولي. بهدني بس عاد، ايش قايل تباني ارمس وانت زانطني؟ اوف ما روما تنصخ، سير يبلي بنته. يا ربي الولد غدا شرات ابوه قام يتاخر، الظاهر ان هذا مرض قام يتنقل بين الاب والولد، لكن ما علي بالدور. ضويت ايش حقه بعد رات الحزه؟ تحسبني راقده ما ادري عن سوالفك؟ قولي وين كنت. شوف اذا نكرت تراني بعرفك بريحه ثيابك، ولا بخلي ابوك يغسلك بالعقاب. شو مسوي هو؟ يمعه؟ يا ربي ليه متى بتم خربط بينكم؟ وين هو بغسل بعقال؟ انت طالع عمرك اول، عقب فكر ايش قالت ربي ولدك. قولي من وين جاي هالحزة؟ ولا اسمعني اترد من مكان ما جيت. الفيلم هذا وايد حلو، ايش رايك ندخله؟
لا يا بدر انا تاخرت وايد. تاخرت الساعه 12 يا رجال تو الناس. لا يا بدر حطها يوم ثاني. اي يوم ثاني؟ عيالنا لو مودنك الديسكو شو بتقول ذيك الساعه؟ انت شي فيك؟ خبرني يا احمد شو سالفت؟ امي وابوي كاسرين خاطري وايد. وامك وابوك شو فيهم؟ امي ما تروم ترقد لما تطمن اني دشيت البيت، وابوي نفس الشيء يتم يترياني خاري لين ما يطمن اني وصلت وخلاف ويدش. يا حظك يا احمد. على الاقل عندك حد يحاتيك ويسال عليك. مو بنا امي. همها في هذه الدنيا انها تلاحق ابوي وتراقبه وتعرف وين يصير. وابوي بعد نفس الشيء. همها في الدنيا انه يثبت لها العكس. سير يا أحمد سير وخلني أطالع هالفيلم. جلسة البيت ما دانيها مولية. يا بدر يلا ودعت الله. الله يحفظك. مع السلامة. مع السلامة. يا حرمة بندي بندي هالليت هذا خلينا نرقد. يعني ربيعك يشتري مزرعة وانت معايشني في هالفقر؟ أنا ما بيرتاح بالي إلا يوم أشوف كل واحد منهم في صوب. يا حرمة نحن ما يخصنا فيهم. شو قايل ما يخصنا فيهم؟ ربيعتي وما أقبل إن ربيعك يخونها. ومنو قال لك إنه يخونها؟ الرجال يمكن يفكر إنه يتزوج عليها. والخيبتين؟ الخيانة أرحم عن الزواج. يعني الحين الخيانة اللي هي حرام استوت عندكن أرحم؟ والزواج اللي الشرع والقانون محللنا هو المشكلة؟ صدق إنكن حريم ما فيكن مذهب. هذا جرس ولا يتهيالي؟ جرس شو يتهيالك؟ بتفتح الباب ولا سير أنا بعد؟ بسير. وانت ما حد يروم يقول قدامك شيء إلا سرت خبر حرمت مستوي وكالة أنباء؟ اسمعني إن لم تستطع كتمان سرك في صدرك فلا تطلب من الآخرين أن يكتمونه. وبعدين تراني قايل لك عندي حرمة تستسقي المعلومات وتيرهن ير. حرمة عاد حرمة تقص عليه من تسمع شيء قام ما تنشره. اللي يسمعك ما كان يقول ان حرمتك رايرتنك تالي الليل. شو درك؟ اسمع بوي تبغى ترقد الغرفة موجودة والفراش موجود. انا ما بي برقد. لو برقد كان صرت الفنادق موجودة. انا يكون تواسيني والطيب خاطري وانت قابض لي حرمة وحرمة. يلا تمالا. شو بلاش ما تاكلين؟ شو معاي بنت الغداء؟ اشواقو اللي فيني مكفيني على الطنازه. ايوه الشوق الوله التغلي. وشو فيها ريلي وابغى يرد البيت. عيلو شايفت انه هو جاي عندنا الشقه يكسر الخاطر تعبان نفسيا واعصابه منهاره. يا حليله كذا وصل فيه الحال. أشواك سمعيني أبغيك تكلمين ريلك خميس يقنعي يرد البيت. أصلا هو ما يبى ياخذ راحته.
يصير ويرد على كيفه بدون ما حد يسأله أنت وين ومن وياك وش حقه ومتى بترد البيت. سمعيني بخبرت، ترى شغل المسلسلات هذا مو بلايق عليك موليه، قولي اللي بخاطرك على طول. رايلك اللي متولها عليه ويالس تفكرين فيه وتحاتينه، عندك خبر انه من يوم طلع من البيت ما يبات الا في المزرعه؟ وعاد شوفي انت ليش. شو عيز خميس وهو يترجى يبات عنا وهو مو بطايع يبات في المزرعه، يبا ياخذ راحته ويعيد ايام العزوبيه. اشواقو قومي الحين تعلميني درب المزرعه وين. وانا شو عرفني بدرب المزرعه؟ اكيد رايلك يعرف الدرب. هي صح من عيوني، ولو ان ما ودي اخاف تقولين عني خربت بيوت وانا مو ليه مالي خاص بهالموضوع. مو بقايله. مرحبا خميس، انا اليوم ابغى عيله روحي، ما ابغي ولا واحد، بسير المزرعه وقول حق حرماتك هذه ترى ما بترتاح الا اذا تشب حريجي في البيت. الله يهديك يا مايا، كانت ريتي في البيت بي وبيخبرك كل شيء مثل العادة. لا دامني ظهرت لازم أزخها. شفت ما قلت لك هذو الموتر. اي والله هاي سيارته. انزل انزل بسرعة، الله يستر شو هتسوي داخل. انزل. خلاص توبة توبة يا شواق، أنا بعد مالي في المزارع مولية. العاش فديتك أنتي، ما ينخاف عليك، كل شي بإيدك، الراي رايك والشور شورك. في هذه صدقتي يا أختي. وزيدك من الشعر بيت، يبتلت شي بيخليش تعرفين رايلك وين وانتي يالس ومرتاحة في بيتك. والله كيف؟ الحين براويك. شوف راوي. شوفي واحد اثنين. موبايلات؟ شو السالفة؟ هالموبايلات واحد حقك والثاني حق رايلك، فيهم خدمة عجيبة رهيبة خطيرة خصوصي حق الحريم. هي زين ايش قايل؟ وبعد هالخدمة تخليش تعرفين رايلك وين كيف، تضيفين رقمك على رقم رايلك وتتصلين بالخدمة وتعرفين رايلك في أي مكان بالضبط بدون ما يقص عليك ولا شيء. والله انك مبينة سميك داهية يا شواق. خلاص يا ابو بدر طحت في شر اعمالك. ما يحتاج اجهزه التجسس اللي جايبتنا، لكن الشر ما بعليه الشر على ريلش اللي ما عرف يسنعش. عيب عليك هالرمسي يا ابو بدر. برا اطلعي برا. انت شو تخبلت؟ اسمعيني عدل يا عوشة. عوشة؟ هذه اول مرة اسمعها. واخر مرة. ترى شفت ايش تعبتي وانت تركضين وراي وتتجسسين علي، قلت هذه الحمة لازم ترتاح وتفكني وتفك عمرها من هذه الصدعة. ومثل ما قال راعي المثل، ادب النساء بالنساء وادب الهجم بالعصا. شو قصدك يا ابو بدر؟ تعالي يا ميثا. شوفي ترى هذا البيت بيتك. منو هذه؟ شو السالفة خبرني؟ قول منو هذه لا تخبل بي. هذه حرمتي الجديدة، لا ترمس ولا شيء، ولا تسألني وين سرت وين جيت، ولا تتصل كل يوم 20 مرة